البداية كانت حلم بين أصحاب جمعهم حب وشغف الفويس أوفر. كان عندهم نفس الهدف، إنهم يساعدوا الناس الجديدة في المجال وكمان ينفذوا كل الأفكار اللي نفسهم يعملوها. فقرروا يعملوا جروب، بس كان في مشكلة، عايزين اسم جذاب ويبين إن الجروب هيبقى منصة مفتوحة لكل اللي بيحب المايك. قعدوا شهور يدوروا وفي الآخر استقروا على أوبن مايك، وبدأ الجروب بأصحاب وأصحاب تجيب أصحاب لحد ما بقينا عيلة كبيرة. تدريبات على كل ألوان الفويس أوفر، سهرات، أسئلة ومناقشات، وكله بيفيد ويستفيد. وفي سنة اتعمل برامج، اسكتشات ومسلسلات، كلها كانت بشهادتكم أعمال مختلفة ومميزة. سنة اتعرفنا فيها على أصحاب كتير، علمناهم وتعلمنا منهم، ومستمرين إن شاء الله بخطواتنا الصغيرة وبيكم لحد ما حلمنا يكبر ونشوف كل واحد ناجح ومحقق كل اللي نفسه فيه.